تراجع حجم التداول العقاري في الأردن خلال عام 2015 بنسبة 2% مقارنة بالعام 2014 ليبلغ 7.6 مليار دينار، والجزء الأكبر منه تم بالعاصمة خاصة في شمالها، فيما ارتفعت حركة العقار في 2015 بنسبة بسيطة، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 21% وبيوعات الأراضي بنسبة 8% مقارنة بالعام 2014. وأظهر تقرير دائرة الأراضي والمساحة ارتفاع قيمة إعفاءات الشقق في 2015 بنسبة 47% لتبلغ 120 مليون دينار، والإيرادات كما نلاحظ كما بلغت 377 مليون دينار. وأما بيوعات الأجانب فقد أظهر التقرير انخفاض قيمتها بنسبة 14% في العام 2015 لتبلغ 423 مليون و200 ألف دينار، واستحوذت الجنسية العراقية على نسبة 51% منها، ثم جاءت الجنسية السعودية بنسبة 16%، تلتها الجنسية الكويتية بنسبة 5.4%، ثم الجنسية السورية بنسبة 4.1%.